كما كتشوفوا حنا بصدد واحد الزياره ميدانيه اللي كيقوم بها السيد رئيس ديال مقاطعه المعارف باش يعرف ويشوف طور فين وصلوا الاشغال ديال التهيئه ديال شارع 9 ابريل. هذا المشروع اللي كتقوم به مقاطعه المعارف لاعاده التهيئه ديال 9 ابريل، حنا شركه لاليداك تجندنا لمواكبته، وذلك بتجديد وتقويه الشبكات بطريقه استباقيه ديال الماء الكهرباء وتطهير السائل والاناره العموميه. هذه الاشغال هذه التكلفه ديالها تقريبا 600 مليون ديال الدرهم، وقمنا بها في واحد، حنا دابا وصلنا لواحد في الطور ديال الاشغال وصلنا ل 90%، وان شاء الله الاسبوع المقبل غادي نساليو هذه الاشغال هذه، ويمكن من بعد دخول الشركه اللي هي مختصه في تهيئه الشارع، بحيث غنكونوا حنا نهينا جميع الاشغال ديال اللي خاصه بالشبكات. المشروع ديال اعاده هيكله شارع 9 ابريل، واللي هو يعتبر واحد الممر رئيسي وممر اساسي ديال مدينه الدار البيضاء بصفه عامه، على اعتبار انه كيربط بين مجموعه ديال الاحياء، وكانت احياء شعبيه، احياء راقيه، يعتبر صمام لحركه السير. اليوم حنا في واحد المشروع متكامل مندمج، كيعرف مجموعه ديال التدخلات، مجموعه ديال المتدخلين. المتدخل الاول بطبيعه الحال هو شركه لاليداك، واللي قامت وكتقوم الان بواحد المجموعه ديال الاشغال اللي هي اساسيه وهامه ومهيكله، كتعلق بالواد الحار بطبيعه الحال، كتعلق بالاناره العموميه، كتعلق كذلك بالماء الصالح للشرب، ولكن كذلك بنوع جديد من الاش تي بي، واحد لاو تونسيون اللي هو تيجي في واحد المشروع متكامل اللي كيمتد حتى المدينه، حتى السي اف سي كازابلانكا فينانس سيتي، واللي اليوم تنحتفلوا جميعا اننا الطريقه باش خدامين اليوم هنا في هذا المكان هي طريقه متميزه، على اعتبار انها مجموعه ديال الاجراءات اللي كانت، ولكن ما شكلتش اي حاجز، اي مانع لحركه السير. كنشوفوا انه، ويمكن تلاحظوا انه العمليه كتمر سلسه، ولكن الاعمال في ظروف تتحترم التوقيت بشكل اساسي. وكنا وهنا كنبغي نوه كذلك بالدور ديال السيده العمده، السيده نبيله رميلي، لانها فعلا كانت من ورائنا، باعتبار انها من المشاريع الاولى اللي عطات الانطلاقه ديالها هو المشروع ديال هذا 9 ابريل. كنبغي هنا نتوجه بالشكر بطبيعه الحال للسيده العمده، لانها عطات الاسبقيه لهذا المشروع. بطبيعه الحال ما نساوش انه هذا المشروع فيه عمل كي قلنا تدخلات ثانيه، وهي المتدخلات، تدخلات ديال الهيكله الفوقيه اللي كتعلق اونفا ان شاء الله اعاده تزفيت، اعاده الاناره العموميه بشكل كيناسب لصدال، واحد المخطط ديال الاضاءه العموميه واللي كتقوم به شركه ليداك على مستوى مدينه الدار البيضاء بصفه عامه. كاين كذلك تدخلات على مستوى ديال المساحات الخضراء، على اعتبار انه كاين هنا اون فاكري ان شاء الله ان سيرتان نومبر دو جيراتوار اللي فيهم الجماليه، ولكن فيهم تحسين عمليه السير بطبيعه الحال وتنظيمها. ولا ان شاء الله راه غنديروا الزياره في المتم ديال هذا المشروع المهيكل. كاين هناك خلق ان شاء الله واحد النافوره جديده، واللي هي باش اولا اعطاء نوع من الجماليه، ولكن كذلك كتدخل في واحد البروجي اللي مقبله عليه مقاطعه المعارف، هو ما يسمى لافوادو، مسار الماء، واللي ان شاء الله غادي تجي مناسبه قادمه باش غادي نحاولوا نفصلوه.